هل يجوز تعيين من يموت من الكفار أنه في النار بعينه بالاسم؟ الكفار الذين ماتوا على الكفر في النار عموما، أما الأفراد الله أعلم، ما نحكم على أحد إلا بدليل، ربما أنه تاب قبل أن يموت وما تعلم ولا تدري. نعم. تقول أدرس، لكن تقول الكفار الذين ماتوا على الكفر في النار والمشركون في النار على العموم، أما الأفراد فأنت تتوقع، ما تعلم ما الخاتمة لهم.